طالبتي العزيزة، بعد مشاهدتك للعرض، هل تستطيعين الإجابة عن هذه الأسئلة؟ ما البناء الموجود في الفيديو؟ ما أهميته بالنسبة لقطر؟ أين يوجد؟ هل قمت بزيارته؟ وأنا واثقة من أنك تستطيعين الإجابة عن هذه الأسئلة. نتعرف على أهداف درسنا لهذا اليوم. النص المعلوماتي لبرج الشعلة يستنتج الأفكار المتعلقة بالموضوع استنتاجاً صحيحاً، ينظم المعلومات في مخطط تنظيمي صحيح، يكتب مقدمة قصيرة ومناسبة. لهذا اليوم والجزء الأول من الدرس الكتابة، نأخذ المقدمة فقط ونتعرف ما هي خطوات كتابتها. طالبتي إلى الكتاب في صفحة 168 ونتعرف على درسنا لهذا اليوم وما هي المعلومات التي وظفها لنا الكاتب للاستفادة في كتابة نصنا التعبيري، النص المعلوماتي عن برج الشعلة. الآن أولاً طالبتي، عند كلمة برج الشعلة ضعي كلمة عنوان، اكتبي بجانبها عنوان، إذاً يجب أن أبدأ بالعنوان، ثم انتقلي إلى الفقرة التي وضعها الكاتب لنا، يعد برج الشعلة، اكتبي جانبها جملة افتتاحية. انظري طالبتي، إذا أولا عنوان، ثانيا جملة افتتاحية. ما معنى جملة افتتاحية؟ كما عرفنا سابقا ما معنى كتارا، إنه حي ثقافي. الآن نعرف ما معنى برج الشعلة. إذا برج الشعلة وهو يسمى كذلك، لديه اسم آخر برج سباير، واحدا من أهم المعالم في المدينة الرياضية بالدوحة. إذا طالبتي العزيزة، هو أهم معلم من معالم المدينة الرياضية بالدوحة، وقد كان البرج بمثابة نقطة محورية لدورة الألعاب الآسيوية 15 التي استضافتها قطر في ديسمبر 2006. هذه كلها عرفتني ما معنى برج الشعلة. انتقلي إلى أسفل، تلاحظين جدول فيه معلومات الاسم، برج الشعلة، برج سباير، برج خليفة، ارتفاعه، مساحته، موقعه، سنة تأسيسه، الشكل، أبرز المرافق. المرافق بمعنى ماذا يحتوي؟ فندق، ألعاب، نوادي، مسابح، مطاعم، ماذا يحتوي في داخل هذا البرج، ما يسمى بالمرافق. سنحتاجها لاحقا إن شاء الله، جزء يكتب في المقدمة وجزء نكتبه في العرض والجزء الآخر في الخاتمة. الآن طالبتي، أنتقل إلى توليد الأفكار، أفكار الدرس، ماذا أريد أن أتعلم في هذا الدرس؟ إذن من ضمن الأفكار ارتفاع البرج، أهمية البرج، سبب تميز البرج، سنة تأسيسه، شكله، ما المرافق التي يتضمنها، ما الأسماء المتعددة التي أطلق عليها، وممكن أضيف أين يقع. إذن هذه أفكار ليست مرتبة، سأرتبها لاحقا إن شاء الله. دائما في الكتابة، الآن لدي عدة أفكار، الآن أأتي إلى تنظيم هذه الأفكار إلى ثلاث محاور أساسية، وهي المقدمة والعرض والخاتمة. وننتقل إلى المقدمة وتعريف ب الموضوع الذي أريد أن أتحدث عنه. إذن نبدأ أولا بالمقدمة. ماذا سأكتب في المقدمة؟ أولا تعريف البرج، يعد من أبرز معالم المدينة الرياضية سباير، أين يقع؟ مدينة رياضية بالدوحة،
هل لديه اسم آخر؟ نعم، لديه عدة أسماء، كما يطلق عليه برج إسباير أو برج الخليفة. متى تأسس؟ سنة 2006. لماذا هو مهم؟ ليحمل الشعلة الأولمبية لبطولة آسياد في الآسياد 15 التي أقيمت في الدوحة في 2006. إذن عزيزتي الطالبة، هذه هي المعلومات، مطلوب منك كتابتها في المقدمة. انظري عزيزتي، هذه هي ماذا تأخذين أنت؟ تأخذين الإجابة اللي باللون الأسود، فما يحتاج تعيدين مرة تعريف برج الشعلة، أين يقع، متى تؤسس، لا، تأخذين العبارة باللون الأسود لكتابتها في المقدمة. فلننظر إلى هيكلية الكتابة طالبتي العزيزة في الورقة أو في دفتر التعبير أو في ورقة العمل، تقسم بهذا الشكل العنوان ثم المقدمة. انظري إلى عبارة عن مساحة قليلة ثم اللون الأزرق العارض ليأخذ مساحة أكبر، لأنه سيكون منه فقرة أولى وفقرة ثانية، عنوان فرعي أول أو عنوان فرعي ثاني، ثم نعود إلى الخاتمة المساحة القليلة، أي لا تتعدى السطر أو السطرين، اللي هو اللخص في أهمية بالنسبة إلى قطر. طالبتي العزيزة، لقد أعطانا الكتاب إرشادات عديدة، ماذا سأستخدم أنا في بداية كتابتي إلى نص المعلومات إلى برج الشعلة؟ أبدأ بموضوع بمقدمة مناسبة كما ذكرنا، نأخذها من الأسطر السابقة، تمهيدا للدخول، نوظف علامات الترقيم، وبعد ذلك أراجع ماذا كتبت حرصا من السلامة اللغوية والإملائية.